صبحكم الله بالخير، تحية من القلب حق صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. راح أتكلم على السريع عن المسل. إحنا عندنا هني هوس أوبسيشن بالبروتين، اللي روح يتمرن عنده أهم شيء في الحياة البروتين. العضلة يا جماعة يا حبايبي تتكون من 75% تقريبا ماي، يعني النسبة الأعلى أكثر من النص. ثاني شيء 20% بروتين، والباقي ما بين فات والجلايكوجين أو السكر اللي يتخزن بالعضلة. فلما إحنا نتمرن ونحط طاقتنا بس بالبروتين ما رح تستفيد العضلة. العضلة محتاجة حق السكر الصح اللي يغذيها عشان يصير لها بامب، محتاجة حق ماي عشان يكبرها ويعطيها الضخامة اللي أنتوا تدورونها، بالإضافة إلى البروتين. والبروتين أنواع، مو ضروري ناخذ سبلمنت او مكمل غذائي، نقدر ناخذ كفايتنا من البروتين من الاكل. سبلمنت يعني مكمل، يعني شيء تكميلي اذا احتجناه وما قدرنا نوفي حاجتنا من الاكل.